السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم ازاي تتفرجوا على افلام على الايفون ايباد او ايبود تاتش بالترجمة العربية. الموضوع سهل جدا، كل اللي هتعمله انك هتحتاج تنزل برنامج من الاب ستور او برنامج من متجر التطبيقات اب ستور، هنا اسمه في ال سي ميديا بلاير، بالبرتقالي ده في ال سي ميديا بلاير. انا هسيب لينك للبرنامج ده في الديسكريبشن تحت. البرنامج اسمه VLC Media Player. هو ده اول واحد بيشتغل على الايفون والايباد والايبود تاتش. بعد ما تنزل VLC Media Player للاي او اس، كل اللي هتحتاج تعمله انك تفتح جهاز الكمبيوتر وتفتح الايتونز وتوصل جهازك بالايتونز. دلوقتي كل اللي هتعمله انك تدخل على الايتونز وتوصل جهازك، وعلى جهازك تروح على ابس، بعدين تستنى شوية حتى ما تحمل التطبيقات وتنزل تحت خلص في اخر الصفحة. طبعا انت ممكن تنزل ترجمة من برنامج من موقع سبسين، هترك برضو لينك ليه في الديسكريبشن. بتنزل تحت خالص وبتنزل لحد ما تشوف VLC، تفتح المكان، بعدين بتدوس على Add File. طبعا انت لازم تكون مسمي الفيلم والترجمة نفس الاسم، لازم الاتنين يكون ليهم نفس الاسم، ملف الترجمة وملف الفيلم، ويكونوا في نفس الفولدر. فبتختار الملفين، ملف البرنامج، ملف الفيلم وملف الترجمة، تختارهم هما الاتنين. بعد كده بتدوس على Open وبتستنى لحد ما يتم نقل الفيلم لبرنامج VLC. طبعا هوريكم دلوقتي ان انا حطيتهم الاثنين في نفس الفولدر ومسميهم نفس الاسم. انا بنقل دلوقتي فيلم The Godfather Part 2. زي ما انتم شايفين نزل الترجمة والفيلم بنفس الاسم. طبعا انت ممكن تنزل الافلام من موقع YTS والترجمة من موقع سبسين. زي ما انتم شايفين النقل خلص. بعد ما النقل يخلص الايتونز، كل عليك انك تعمله انك تروح للـ VLC Media Player، هتلاقي الفايل او الفيلم تم نقله. انا نقلت Godfather Part 2 هنا. كل عليك تعمله انك تشغل الترجمة. طبعا زي ما انا قلت لكم لازم تسمي الترجمة نفس اسم الفيلم على الكمبيوتر، وانت ممكن تنزل الترجمة من موقع سبسين اللي حاسب لك لينك لي برضو في الديسكريبشن. طيب كل اللي عليك تعمله انك تدوس على علامة VLC، علامة العلامة هنا، وبعدين تروح للسيتنجز، بعد كده تنزل على سبتايتلز، هتلاقي تكست انكودينج، دوس على دي. طبعا اللي بيجي مع البرنامج ان هي بتبقى على الاختيار ده، انت هتضطر تنزل تحت شوية وتغير لعربيك ويندوز دي. اول ما تغيره لكده ترجع تاني على الفيلم، ارجع تاني، وكل اللي هتحتاج تعمله انك تدوس على علامة السبتايتلز دي وهتختار الترجمة. طبعا تلاقي الترجمة شغالة. هلا اجيب لكم حتة فيها ترجمة. زي ما انتم شايفين الترجمة شغالة والموضوع تمام. طبعا الفيديو ده لو عجبكم ولو ساعدكم انكم تتفرجوا على افلام بالترجمة، اتركوا اعجاب واشتركوا بالقناة، واشوفكم في الفيديو الجاي.